أكثر من 30 سنة قضاها ابن بلدة الكورة بشمال لبنان سليم ساسين بديترويت، سنوات كبرت أحلام وسعت طموحات غيرت أقدار، لأنها ما خففت أبداً من حب الأرض والوطن والامتنان لشجرة الزيتون. شجرة الزيتون علمتني، شجرة الزيتون دفعت قصتي بالجامعة. أوكي؟ إلا كتير فضل علي، فضل علي لو وصلتني لهون. أنا بدونها يمكن ما قدرت تعلمت. أوكي؟ شجرة بالنسبة لي مقدسة، شجرة مقدسة وكريمة. طيب كريمة، بتعتني فيها بتعطيكي، ما بتعتني فيها ما بتعطيكي، بس شجرة كريمة بتضل تعطي بغض النظر. الوالد حملني حب الأرض، الكورة بدمي، الكورة مطرح ما تربيت، مطرح ما نشأت، مطرح ما ذكريات عندي حلوة. أوكي؟ حتى خلال الحرب الأهلية كان لأنا ذكريات حلوة وبريئة، غير هالأيام، غير هالأيام كان كتير إشياء سهلة تبسطنا وتسلينا. التاريخ اللي تركت فيها لبنان هو 24/2/1979 صاري. سليم ساسين اللي ترك الكورة، ترك الكورة كشاب، ترك عنده طموحات، عنده أهداف، وكان جاي لهون بالأول تيتعلم ويرجع يشتغل. وبوقتها كان في طلب كبير على الهندسة. كملت دراستي وخدت ماستر بالهندسة الميكانيكية، وبعدين أجاني فرصة عمل هون بأمريكا ودليت بأمريكا. شو غيرت فيك أمريكا؟ أمريكا ساعدتني أول شيء أني أقدر فعل الوقت، احترام الوقت. الوقت كتير مهم، هيدي وحدة منيحة. ساعدتني أمريكا أني خلقت لي مجالات أسهل من أي محل تاني. اللي قدمت لي إياه بلدي الأم ما أقدر أقدم لي إياه، اللي هي أول شيء أقدر ابني عائلة بأمان، أقدر ألحق طموحي، وصلت لمطارح مش كتير عالم بيقدروا يوصلوا فيها بالمجتمع الأمريكاني. ساعدتني أمن لعائلتي كتير إشياء. نسبة قليلة من المجتمع الأمريكاني بيقدر يأمنه. بس بصراحة بصراحة شو أخذت منك أمريكا؟ أمريكا ما أخذت مني شيء. أمريكا ما قدرت انتزعت مني حبي للبنان أو حبي لمجتمعي اللبناني. بحب الأمريكان كتير، ولح أحكي لك شغلة لإلي صارت. عندي كان كل الوقت طموح أني كون أنا اللي دير الشركة مش أشتغل عند عالم. والخوف الكبير اللي كان عندي وقت اللي انتقلت من الشركة لوضع اليوم أنه أحمل التليفون وأحكي مع ناس بلهجة أمريكانية كسرة فيها، وأنه العالم يقولوا لي ما حنعطيك شغل، ما حنأمن لك شغل بسبب اللهجة أو شو، في نوع من التمييز. هيك صار؟ نعم، ما صار هيك أبدا. هالخوف هذا اللي كان عندي بيّن أنه ما له أساس،
والنتيجة إنه اليوم عندما وقت بلشت بالشركة كنا 4 أشخاص، اليوم نحن 30 شخص. سليم سيسين اللي ترك من 36 سنة بعض من طموحاته تحققت، ولا يزال عنده طموحات أكثر يحققها. بالطبع الطموحات تحققت، هو إنه بنات عائلة، بنات مؤسسة هندسية عندها احترام، عندها سمعة، تواصلت بين أمريكا وبين الخليج لفترة من الزمن. اليوم بأول سنة 2017 رح ننقل على مكتب مساحته دوبل مساحة المكتب الحالي. كيف ساعدت بلدك سليم ساتين؟ يعني شاطيت بلدك، أوكي أمنت فيه، ضليتك ضلوا بقلبك، بس أنت فعلياً كيف ساعدت الوطن؟ ساعدت الوطن بعدة مجالات. المجال الأول هو إعادة استعمال وجودي بأمريكا، أقدر أتواصل مع السياسيين لنشرح وضعنا. أبناء بلدي ساعدتهم بعدة أشياء. اليوم مثلاً عندي شوية مشروع كتير بسيط، هو إعادة شراء زيت الزيتون وجيبه لهون، وحابب هلأ شراء محصول وبيعه أو بيعه لأصحاب ولمؤسسات هون، ونجحنا لحد ما. في دراسة انعملت وطلعت عليها، لقينا انه ادخال المكنني على قطاف الزيتون بيخفف من تكاليف القطاف بين 40-60%. وهلا بوقت الحاضر عم نشتغل مع اليو اس ايد تنشوف كيف فينا نأمن مواد اللي كانت مادية، كانت من آلات، شو بإمكانهم يساعدونا تنقدر ندخل هيدي. استثمرت بشراء أراضي، استثمرت بعناية شجرة الزيتونة، بالأسمدة، من جميع النواحي تتكون شجرة كريمة. ربيت أولادي على شعار لبناني معروف: من نكر أصله لا أصل له. أولادي مثل ما حكيت قبل شوي بيفتخروا بلبنانيتهم، والدليل على ذلك عندي مايكل ومارك، اثنيناتهم دخلوا بمؤسسة الطلاب بجامعاتهم اللبنانية. أوكي؟ بطلب منهم ما ينسوا جذورهم. عندي ابني مايكل دخل على كلية الطب هلا أول سنة، طلبت منه شغلة واحدة، مرة جمعة بالسنة ينزل على بلده حل ما أمه وبيه ربيه ويخدم أهل بلد أمه وبيه، بدل ما يروح من خلال مهنته الطبية. أوكي؟ وبتمنى من أولادي كمان، بس كل واحد يقدروا من خلال مهنتهم يساعدوا مجتمعهم والبيئة اللي طلعنا منها. مؤمن اليوم إنه في مجال للتغيير، في مجال لإعادة بناء الوطن، لإعادة بناء مؤسسات الوطن اللي كلها انهدمت، في إعادة بناء لاحترام المواطن. هيدي كلها لحتاجة، هيدي كلها لحتاجة، ومع الوقت رح تصور. وفي أمال كتير كبيرة على جنرال وفريق عمله وبقية الأطراف إنه يقف معه. الإصلاح والتغيير آتن. الوضع اللي وصلنا عليه، الفساد اللي وصلنا عليه بلبنان عمره 26 سنة، مش بالسهولة تقدري تقبعيه كله سوا، بس بده وقت.
وبده مثل شجرة كبيرة بالحياة، بتقبع ما فيك تقبعيها كلها فرد مرة، بتصير تقصصي غصن ورا غصن ورا غصن، ولح تصور وإيمان كبير بوجود الجنرال على سدة الرئاسة رح يقدر يوصل ورح يقدر يحقق، وكتير من آمال اللبنانيين.